السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نخرج السيمبول نتاع الفيل من الشماء. أوكي، باش نشوفوا دي كهني كيتي. دونك كيتي باش نعمل بريمير كا، وبعد كده باش نشوفوا الدوزيام كا. أوكي، الحكاية اللي باش تختلف ما بين البريمير كا والدوزيام كا هي الشماء. أوكي، عبارة باش نشوفوا دي زيكزامبل. باهي، أول حاجة باش نعمل الشماء نتاع الفيل. باهي، كالعادة هني كاتب باش نعملو بيل فيها دي كومبارتيمون. فور اكزامبل دونك هني كاتب عندنا سوليسيون فيها دي زيون زد ان دي بليس. في وسط السوليسيون هذي عندنا لام دو زانك، واضح؟ باهي، في كومبارتيمون ادروات باش يكون عندنا سوليسيون فيها دي زيون سي اي دي بليس. في وسط السوليسيون هذي عندنا لامد كويب. اوكي، باهي، كالعادة لي دي سوليسيون هذوما دونك باش يكونوا مربوطين بان بون سالان. دونك هذا البون سالان. باهي، كيفاش باش يكون السيمبول نتاع الفيل؟ دونك نكتب باش نعمل السيمبول. السيمبول نتاع الفيل باش يكون كيما هكا. اول حاجه باش نبداو باللام ولا الالكترود اللي موجود في الكومبارتيمون اغوش اللي هو هنيكيت الزد ان. باهي، دونك باش نعمل الزد ان، هنيكيت باش نعمل خط كيما هكا. الخط هذا هو سيباراسيون ما بين الزد ان، ما بين الفاز نتاع الزد ان اللي هي فاز سوليد، والفاز نتاع الزد ان دي بليس اللي هي اون برانسيب باش تكون فاز ليكيد. اوكي، دونك الخط هذا هو سيباراسيون ما بين الزد ان وزد ان دي بليس. اوكي، باهي، دونك هنا كده باش نعمل زد ان دي بليس. اذا كان عندي كونسنتراسيون تاع السوليسيون اللي فيها زد ان دي بليس، يلزمني نعمل هنا كده الكونسنتراسيون. فور اكزامبل سي ان، اوكي، سي ان نقصد بها الكونسنتراسيون تاع السوليسيون تاع زد ان دي بليس، واضح؟ باهي، تو ان برانسيب كملت الكومبارتيمون اغوش. باش نتعدى من هنا كده، اوكي، مانيش باش نتعدى طول الكومبارتيمون هذاي، باش نتعدى للبون سالان. اقرب حاجه عندي هي البون سالان. باهي، السيمبول نتاع البون سالان هما دي تري كيما هكا، واضح؟ هذوما الزوز هما البون سالان، واضح؟ باهي، كملت من البون سالان نتعدى للحكايه اللي مربوط به البون سالان. البون سالان هني كاتب باش يكون مربوط بالسوليسيون تاع سي اي دي بليس. دونك هني كاتب باش نعمل سي اي دي بليس كيف اذا كان عندي الكونسنتراسيون تاع سي اي دي بليس. دونك هني كاتب باش نعمل كونسنتراسيون، واضح؟ باهي، كالعادة هني كاتب باش نعمل خط اللي هو السيباراسيون ما بين لي دي فاز هذوما. دونك ما بين الفاز تاع سي اي دي بليس اللي هي باش تكون دونك فاز ليكيد، وما بين السي اي، واضح؟ باهي، وبعد كده دونك باش نعمل الالكترود والا اللام اللي موجودة في الكومبارتيمون ادروات. دونك هني كاتب باش نعمل السي اي، واضح؟ دونك هذا السيمبول تاع البيل هذا. اوكي، باهي، اذا كان نتعدوا للايكواسيون اسوسيي، باهي، في الإيكواسيون هني كاتي كالعادة باش نبدا بزد ان سوليد بليس. باهي، من الشيرة هذي خديت الريداكتور، دونك يلزمني ناخد الأكسيدون تاع الشيرة الأخرى، أوكي، اللي هو سي اي دي بليس. دونك بليس سي اي دي بليس باش يعطيني زد ان دي بليس بليس سي اي سوليد. دونك هذا البريمير كا. دونك هني كاتب باش نعمل ديزيام كا. كالعادة أول حاجة باش نشوفو الشماء. باهي، هني كاتب جيست باش نقلب لي دو كومبارتيمون. أوكي، دونك البيل باش تولي كيما هكا. دونك باغ إكزومبل هذي السوليسيون تاع سي إي دي بليس، وسط السوليسيون هذي دونك باش يكون عندي إن لام دي كويفر. في الكومبارتيمون أدروات دونك باش يكون عندي سوليسيون تاع زد أن دي بيس،
في وسط السوليسيون هذه عندي لاند زانك، واضح؟ ب كالعادة يلزمني نربط ما بين دو كومبارتيمون بالبون صالا، دونك هذا البون صالا، اوكي؟ ب نشوفوا السيمبول تو. كيفاش نخرجوا السيمبول نتاع البيل؟ كما شفنا على الاول، اول حاجه باش نبدا بالالكترود والا لام الموجوده في الكومبارتيمون اغوش اللي هو السي اي، بعد كده نعمل خط السيباراسيون بين السي اي والسي اي دي بليس. دونك بعد كده باش يكون عندي السي اي دي بليس، اذا كان عندي الكونسنتراسيون نتاع السوليسيون هذه دونك باش نعملها اونتر بارونتيز. بعد كده نعمل دونك دي تري اللي هما البون سالا، هذوما البون سالا. بعد كده الحكايه المربوطه بالبون سالا اللي هي السوليسيون تاع زد ان دي بليس، دونك انا كاتب باش نعمل زد ان دي بليس كيف كيف. اذا كان عندي الكونسنتراسيون تاع السوليسيون دونك نعملها اونتر بارونتيز، نعمل خط اخر سيباراسيون ما بين زد ان دي بليس وزد ان، واخر حاجه عندي زد ان. اوكي ديما كيما هكا نبدا باللام ولا الالكترود اللي موجود اغوش ونبدا نمشي هكاك. دونك بعد اللام دونك نتعدل السوليسيون، بعد السوليسيون نتعدل البون سالا، من البون سالا دونك باش يوصلني للسوليسيون هذه دونك نشبه اش عندي فيها. انا كاتي عندي زد ان دي بليس، بعد السوليسيون دونك باش نمشي للزد ان، اوكي للالكترود والا اللام اللي موجوده ادروات، واضح؟ ب بالنسبه للايكواسيون اسوسيي كيف كيف هني كادي دونك باش نبدا بالسي اي سوليد، يزيني ناخذ الاكسيدون تاع الشيرة الاخرى اللي هو زد ان دي بليس، دونك باش يعطيني سي اي دي بليس بليس زد ان سوليد، واضح؟ الايكواسيون هذي راه تنجم تمشي في السونس هذا السونس ان والا في السونس دو حسب ليكيليبر، اوكي حسب الفونكسيون دو كونسنتراسيون بي ولا كونستون ديكيليبر كا، اوكي؟ دونك ان شاء الله يكونوا واضحين الحكايات هذوما، نكملوا ان شاء الله في الفيديو الجاي.